تطير بملايينها وبطولاتها وجماهيرها، تؤكد بأنها من أقوى الحول المسجلة للرموز، حيث تسجل السيف السادس في رصيد ستة رموز في الرصيد. بن نهيان أحد أبطال هذا الموسم. أنقل الكلمة للزميل حمد بن ضبيب الشامسي فليتفضل. مشكورا. وحيث يأتي المليون والنصف مليون درهم في تحدي المركز الأول للفائز بناموس هذا الشوط، شكرا للقيادة الرشيدة على هذا الدعم الكبير لهذه الرياضة العربية الأصيلة. نرحب بالجميع بكل من يتابعنا هنا في الانطلاقات وانطلاقات الوثبة الحماسية إلى المركز الأول مباشرة. أيها المتابعين الأعزاء، حيث يتقدم الآن مسلي بالمركز الأول، تعود ملكيته لحمد بن محمد بن بيشان العجمي، حيث يأتي إلى مقدمة هذا الشوط حاملا تحديات وعنوان وكذلك منافسة الشعار، شعار المملكة العربية السعودية. بينما المركز الثاني يتقدم هنا بحر، يأتي مع صياد الأسود ويتقدم إلى المركز الثاني لمحمد بن راشد بن مبارك بن صرود، يحتل المركز الثاني. المركز الثالث يأتي شعار بن هواش الخيالي من الجانب الآخر، يحمل كذلك في طيات العديد من التحديات العملاقة والمميزة ليحتل المركز الثالث في هذه الأثناء. مقدما لنا نصيبان سيف بن مبارك بن هواش الخيالي، بينما يرحب ونرحب بقدومه في هذه اللحظات لسهيل بن حمد بن قذوة العامري وصيف الوصيف في مهرجان ولي عهد دبي، ليتقدم في هذه الانطلاقة إلى المركز الثالث. بينما المركز الخامس قدوم من خلال وجود مشغل غانم بن علي بن حمودة الظاهري، يتقدم الشعار الاقتصادي هنا مع انطلاقة مشغل، مع انطلاقة مشغل سلامي مع شعار الواصلة. هكذا هي النتيجة، هكذا هي التقدمات الأولى للخمسة مراكز أولى المرشحة لنيل بندقية هذا الشوط، لنيل الناموس في ختامي الوثبة 2020، حيث يتقدم مسلي إلى المركز الأول، حيث يتقدم مسلي إلى المركز الأول بعراقة الماضي وتاريخه العريق في المراكز الأولى. مسلي لحمد بن بيشان العجمي يتقدم إلى المركز الأول، يبغي البندقية إلى أهالي المملكة، يبغي البندقية إلى البيرق، بيرق الإنتاج، حيث يتصدر المشهد الثاني في هذه الانطلاقة أو في هذه اللحظة. بينما يحتل مسلي مركزنا الأول، المركز الثاني بحر، يتقدم بحر لمحمد بن راشد بن صرود المنصوري إلى المركز الثاني، ومرحب يتقدم إلى المركز الثاني. يا سلام يا مرحب، هنا يأتي بن قذوة حاملا تحدياته وانطلاقاته من وجوده إلى المركز الثاني. سهيل بن حمد بن قذوة العامري، هذه السلالة الأصيلة المحلية، حيث ينطلق إلى المركز الثاني. المركز الرابع وصل غانم بن علي بن حمودة الظاهري،
هو يتقدم بسلالة مشغل بالسلالة الهملولية إلى المركز الرابع. انصيبان يحتل المركز الخامس، تعود ملكيتا لسيف بن مبارك بن هواش الخيالي. هذه الخمسة في مكان واحد، هذه الخمسة في مكان التحدي والانتصار، هذه الخمسة اللي تبحث لها عن سيف، اللي تبحث لها عن بندقية، اللي تبحث لها عن مليون ونصف، اللي تبحث لها عن فخر وشرف الفوز والانتصار في هذا المهرجان، في هذا المهرجان. ولكن عودة إلى مسلي، عودة إلى مسلي، حمد بن محمد بن بيشان العجمي لا زال يفرض السيطرة، لا زال يتقدم إلى المركز الأول إلى مقدمة الشوط. المركز الثاني مشغل، بدأ يشتغل الآن مشغل لغانم بن علي بن حمود الضاري بوسعيد يقدم لنا مشغل، حيث يأتي على المركز الثاني بينما مرحب يحتل المركز الثالث. مرحب لسهيل بن حمد بن قذوة العامري الآن ينتقل للمركز الثاني، ينتقل إلى مقدمة الشوط، ينتقل إلى زعزعة الأمن في هذه الانطلاقة. المركز الرابع، المركز الرابع وصل شاهين، تعود ملكية علي بن سعيد المزروعي قادم، قادمين هنا في هذه الانطلاقة لرأس الخيمة إلى المركز الرابع. بينما نصيبان يحتل المركز الخامس، تعود ملكية سيف بن مبارك بن هواش الخيالي. وصل مشاهدين الأعزاء إلى المركز الخامس، أسماء قادمة، أسماء حاضرة في هذا الشوط، أسماء لها صولات وجولات، أسماء يعني حملت من التاريخ والإنجازات. يلا قادم كذلك مخدد، عندك ابن حبروت يا الجنيبي يا راعي الخوارة، الكل حاضر في هذه الانطلاقة، الكل نبغي نشوف انتصاره. ولكن لا زال مسلي مسلي على مقدمة هذا الشوط، يتقدم مشاهدينا الكرام بالمركز الأول، بالمركز الأول بهذا التحدي بن بيشان. المركز الأول حمد بن محمد بن بيشان العجمي. ولكن شوف مرحب قادم سهيل بن حمد بن قذوة العامري، لا زالت الزمول حتى هذه اللحظات في جوها المعتاد والاعتيادي، ولا يزال مرحب للمركز الثاني قادم شاهين. بالمركز الثالث علي بن سعيد المزروعي واصل، واصل كذلك بمنافسة، واصل بتحدي، واصل بتفوق، واصل بإنجازات سابقة في هذا الموسم. بينما مشغل يحتل المركز الخامس غانم بن علي بن حمودة الظاهري، ولكن وصل مخدد، وصل مخدد حمدان بن مسلم بن حبروت الجنيبي. لكن شوف وقادم برلين، قادم برلين يا بن هيان يا راعي شواهين يقدم لنا برلين. هو برلين وصل، خذ المركز الثالث بإنجازاته الماضية في الموسم الماضي. حمد بن هيان العامري يتقدم مشاهدين الكرام ليقدم لنا برلين في هذا الموقع، يحتل المركز الثالث راعي اليمشة. هكذا النتيجة أيها المشاهدين المتابعين الكرام، من يتابع هنا القنوات الناقلة لهذا السباق، لهذا الختامي، ختامي الوثبة. ولا زال مسلي على المركز الأول، لا زال مسلي على المركز الأول في هذه اللحظة. والكوع الأخير، الالتفاف الخطير لمستوى الشوط، ومسلي حمد بن محمد بن بيشان العجمي لا زال يفرض السيطرة الكاملة الواضحة أمامكم على المركز الأول. بينما مرحب يحتل المركز الثاني، أشوف تحت رأسه شيء، أشوفه يتقدم مرحب لسهيل بن حمد بن قذوة العامري. ما شاء الله تبارك الله. لكن شوف برلين، برلين راعي اليمشة يتقدم حمد بن هيان العامري بعدما قدم شواهين في الشوط الماضي صاحبة ست سيوف، يقدم الآن برلين حامل اللقب في العام الماضي، حامل اللقب في الموسم الماضي. مخدد خادم، مخدد خادم كذلك لنفس الشوط، ومخدد وصل، وصل حمدان بن مسلم بن حبروت الجنيبي. الكيلو
والأخير يا راعي الخوار. انطلقت الزمول، انطلقت الزمول، ولكن العصي لا زالت في البطن. مسلي مسلي لا زال مسيطر، مسلي يا بن بيشان، حمد بن بيشان العجمي وحمد بن هيان العامري وحمدان بن مسلم بن حبروت الجنيبي. يا سلام يا سلام، الله مسلي لازال من البداية، وبرلين يحاول، مخدد يحاول، الظاهر ان برلين تحت راسه شيء، الظاهر ان برلين، برلين مخدد، ولكن مسلي من البداية صاحب رمز الكبرى، صاحب رمز مهرجان زايد. الله الله يا برلين، برلين مسلي العضات الأخيرة، بن هيان، بن هيان يحصد النقطة الثانية في هذه المساء، لأن مسلي، لأن مسلي رافض أن يستسلم أو يسلم، يسلم البندقية ما يسلمها، ما يسلمها، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، يا بن بيشان، يا بن بيشان ويا بن هيان، ولكن بن بيشان اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة لا يفقد السيطرة، يفقد السيطرة، اللحظة الأخيرة بين برلين، بين مسلي، مسلي برلين، مسلي اللحظات المثيرة، مسلي وبرلين، برلين ومسلي، جوبون اللي سابق، جوبون اللي راح بالناموس، برلين ولا مسلي، مسلي ولا برلين، حتى اللحظات الأخيرة مسلي. حمد بن محمد بن بيشان العجمي تهانينا على الفوز والانتصار، سلام للمملكة، سلام. المركز الثاني، المركز الثاني برلين، حمد بن هيان العامري حصد الناموس بالمركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدين الكرام، المركز الثالث مخدد حمدان بن مسلم بن حبروت الجنيبي. المركز الرابع يأتي مشغل لغانم بن علي بن حمود الظاهري. والمركز الخامس، المركز الخامس صيبان سهيل أو سيب بن مبارك بن هواش الخيلي. هكذا كانت النتيجة، سلام إلى المملكة، سلام. يأتي مع مسلي ووجود شعار بن بيشان حيث يخطف هنا البندقية والمليون والنصف مشاهدين الكرام من ميدان الوثبة ب 12 دقيقة 45 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس يا بن بيشان، وسلام إلى المملكة، سلام. بينما برلين احتل المركز الثاني ب 12 دقيقة 45 ثانية، ثلاثة أجزاء من الثانية. ثانيا للراعي يمشي حمد بن هيان العامري على الفوز بالمركز الثاني، حيث قدم برلين في هذا الشوط استطاع أن يكون وصيفا لمسلي. أما المركز الثالث فيأتي مخدد لينتزع المركز الثالث بتوقيت زمني مقياس 12 دقيقة 46 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. ثانيا والناموس لمالك مخدد حمدان بن مسلم بن حبروت الجنيبي على هذا الفوز والانتصار. والمركز الرابع مشاهدين الأعزاء يأتي هنا مشغل لغانم بن علي بن حمود الظاهري، حيث كان توقيته الزمني، التوقيت الزمني 12 دقيقة 53 ثانية، ثلاثة أجزاء من الثانية. كان انصيبان لسيب بن مبارك بن هواش الخيلي. المركز الرابع مشغل يأتي في هذه الانطلاقة لغانم بن علي بن حمود الظاهري، و 12 دقيقة 53 ثانية، أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع على هذا الفوز والانتصار، وهارد لك لمن لم يحالف الحظ في هذه الانطلاقة. سالم خليفة من سيتابع مع حضراتكم انطلاقة الشوط القادم.